أهم تقدم حصل في موضوع الدم كان على يد ابن النفيس وويليام هارفي اللي اكتشفوا الدورة الدموية الصغرى والكبرى. بدأوا في نقل الدم من الحيوانات للبشر في القرن 17، وكان لازم خروفك مربوط يمك طول الوقت عشان وانت تاخذ منه الدم. وغالباً ما انتهت تلك المغامرات بنتائج وخيمة، بعضها بالوفاة، لدرجة ان تم تحريم ومنع نقل الدم إلى نهايات القرن 19، لما طبيب نسى ولادة لوندل اسمه نصح بنقل الدم من الأزواج للزوجات أثناء الولادة، لأن السبب الأول لوفاة النساء في تلك الفترة كان النزيف والالتهاب أثناء الوضع. الغريب أن في بعض الأحيان كان نقل الدم من الزوج للزوجة يكون ممتاز ويؤدي إلى نتائج ممتازة، وأحياناً كان لا، يؤدي إلى نتائج مغايرة وسيئة جداً، منها الوفاة. لم يكن السبب معلوم آنذاك. طبعاً السبب كان اختلاف فصائل الدم، واللي اكتشفها كارل لاندستاينر عام 1900، فصيلة O، فصيلة A، فصيلة B و AB. ثم في عام 1937 اكتشف أيضاً عامل ريزوس اللي هو الموجب والسالب مع فصيلة الدم، وحاز لاندستاينر على جائزة نوبل لتلك الاكتشافات. وهني بدأ عصر نقل الدم الفعلي، خصوصاً مع اكتشاف المواد اللي تحفظ الدم. وكان أول من نشر نقل الدم بطريقة موسعة الجراح الكندي من جامعة ميغيل نورمان بيتون، لأنشأ وحدات نقل الدم في الحرب الأهلية الإسبانية والحرب العالمية الثانية في الصين، وأصبح بطل قومي في الصين لذلك. لولا نقل الدم لأصبحت أبسط الجراحات جراحات خطيرة ومميتة، ولولا نقل الدم اللي أصبح شيء ما نفكر فيه لما استطاع عبد المحسن أنه يكون ويانا، ولما استطاع دكتور علي أنه يجري له كل هذه الجراحات المعقدة. بعد فترة بلش الطاقم الطبي ييني، كل دكتور باختصاصه، وكان يوني كل دكتور يقول لي فيك الحالة الفلانية مثلاً. اللي كان فيني كان عندي كسور، كسر بالساقين اليمين واليسار، كسر مضاعف باليسار وكسر بعظمة الساق اليمين. الحوض كان عندي مكسور، أو يسمونه الأوبن فيلفس، كان مفتوح الحوض. كان عندي كسر بالرسغ اليمين، وعندي كسر بالكوع اليسار، وكان عندي كسر بالفك اليمين. طبعاً شخص الأستاذ عبد المحسن بالكسور الآتية، كان عنده كسر مفتوح بالحوض مع كسر في العصعص الخلفي، الجزء الخلفي للحوض، مع كسر مفتوح للساقين، مع كسر في الرسق الأيمن، مع كسر في الكوع الأيسر. يعني كل طرف من أطراف جسمه الأربعة كان مكسور بالإضافة إلى الحوض. طبعاً كان فيه نزيف، وتعجلنا في العملية وتمت العملية في اليوم الثاني. والعملية طبعاً كانت شوية عملية معقدة وطويلة بحكم يعني عدد الكسور اللي كان يعاني منها. استمرت العملية تقريباً حوالي 12 ساعة بين فريقين طبيين متخصص في مجال جراحة الكسور. طبعاً بلش الطاقم الطبي يدخل علي يقول لي ترى فيك الشغلة الفلانية، وأنا كنت يعني موجود، فكانوا يبون أعتقد اللي هو يبلغوني شنو فيني، وعساس إنه يبلشون يجهزوني حق العمليات. فكنت مطمن يعني، الطاقم الطبي يعني ما قصر وياي، معاملتهم جيدة، وايد جيدة يعني. بس شغلة اللي هي وقفت عندها لما ياني أحد الدكاترة وقال لي عندك نزيف في الحوض. إحني قلت له وقف، التفت على أخوي وقلت له اتصل الحين بأهلي. إحني حسيت أني يعني ما راح أشوف أهلي بعدها. فعلى طول طبعاً اتصل بأهلي، هم عيالي
الوالدة والوالد ولحقوني على المستشفى. طبعاً بهالفترة أنا قاعد الوعي عندي يغيب ويرجع، ولكن يعني الدكاترة يعني ما قصروا، طمنوني إن الحالة إن شاء الله راح تستقر وإن شاء الله وضعك إن شاء الله زين.